ننتقل إلى نادي الزمالك من داخل نادي الزمالك والزميلة علا القائد وآراء بعض أعضاء الجامعة العمومية ثم المباراة، ولنا عودة إن شاء الله بعد المباراة ونكون كسبانين بإذن الله. طارق يحيى إدار مصر، وتحياتي لكباتن الاستوديو التحليلي كابتن اسماعيل يوسف تيجانا مصر وكابتن محمد صبري طبعا كنت دي صبري، تحياتي لكم جميعا. كابتن صبري، طبعا دقائق قليله وتنطلق مباراه الزمالك وبطل جيبورتي ارتا سولار، مباراه ان شاء الله تكون لصالح نادي الزمالك، لكن خليني اقول لك دايما الشارع الابيض وجمهور نادي الزمالك بتختلط معاه الامنيات بالتوقعات، نتمنى ان شاء الله توقعاتنا تبقى مثل امنياتنا، لكن خليني اتكلم مع اعضاء نادي الزمالك النهارده عن مباراه اليوم. الاول برحب بيكي على قناه نادي الزمالك. اهلا بحضرتك يا علا، ازيك حبيبتي، اهلا بيكي. عايزين طبعا مباراه مهمه، حضرتك من المشجعين الاقوياء لنادي الزمالك، بنكون طول عمرنا بندعم الزمالك، مباراه النهارده يعني لا تقبل القسم على اثنين. طبعا اكيد اكيد، انا ما رضيتش اتفرج على الماتش، ما هو مذاع في البيت، لكن انا حبيت ان انا اكون في قلب نادي الزمالك في وسط حبايبي اعضاء النادي، بيبقى ليها طعم تاني وبيبقى ليها معنى تاني، والفرحه بتبقى كبيره قوي، وباذن الله ربنا هيكرمهم ويكرمنا معاهم، لان هم كويسين، هم كويسين، لعيبه الزمالك ما شاء الله عليهم، هم كويسين، لما بيبقوا في الفورمه ما حدش بيقدر عليهم، ربنا يوفقهم. شايف مباراه النهارده ازاي، وخصوصا ان احنا عايزين سكور كويس كمان ان احنا يعني نقدر نرجع تاني للبطوله باذن الله. والله احنا عندنا ثقه كبيره في الجهاز الفني وفي اللعيبه النهارده ان هم يعوضونا جزء كبير عن اللي حصل في مباراه المقاولين العرب. خلينا نتكلم عن مباراه بقى اليوم بقى، يعني شايف المباراه ازاي، لكن ان شاء الله. والله انا شفت المباراه النهارده، كابتن اسيرو بدا ان هو صح، النهارده اثنين في راس الحربه، والنهارده لازم المباراه ما تبقاش القسمه على الاثنين، فلازم النهارده لازم نرجع منصورين عشان نعبر للدور.